من المقولات اللي سمعناها ويمكن اتوقفنا عندها بعض الشيء، ولأنها الحقيقة خرجت من برضو بعض الشخصيات المؤثرة في مجتمعنا، إن عمل درامي واحد ربما تأثيره يفوق 1000 كتاب. الحقيقة يعني بصرف النظر عن إني مع أو ضد أو إحنا بنؤيد أو بنعارض، لكن لازم نتوقف أمام كلمة زي كده ونفكر فيها ونشوف تأثيرات الدراما إيه على المجتمع، خاصة إني يعني في الفترة ربما من كام سنة كده كانت الدراما اللي بتخرج علينا خاصة في شهر رمضان لا تتوافق خالص مع روحانيات هذا الشهر، وربما بتتعرض لجوانب يعني قليلة جدا ونادرة في المجتمع وبتبرزها وتعمل فوكس عليها وتبينها وكأنها ده سلوك المجتمع زي العنف مثلا والكلام ده. حقيقة ده اتغير تماما في السنوات القليلة السابقة، وشيء رائع ومؤثر تماما في مجتمعنا. هنرصد مع حضراتكم تأثيرات الدراما من خلال لقائنا مع ضيفتنا دكتور سالي خطاب، مدرس الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام. أهلا وسهلا يا دكتور، منورانا. أهلا بك يا دكتور حازم، وأهلا وسهلا بكل مشاهدينكم ومتابعينك الكرام. رمضان كريم عليكم جميعا إن شاء وعلى الله وعلى حضرتك إن شاء الله. الله أكرم يا رب. الدراما تأثيرها حضرتك مع أو ضد يعني عدد كبير من الكتب، مش عايزين نقول 100 ولا 1000 ولا 500، لكن هل الدراما تأثيرها على المجتمع يفوق تأثير الكتاب؟ ما فيش شك الاثنين ليهم تأثير، لأن الكتاب ليه جمهوره والدراما ليها جمهورها. من زمان كان في بداية التلفزيون لما طلع في الستينات كان النقاد أو النخبة المجتمعية كانت بتشوف إن الكتاب قيمة أعلى، وكانوا بيترفعوا انهم مش اتفرجوا على التلفزيون، لان هم كانوا بيشوفوا التلفزيون ده وسيله ترفيه مش وسيله تثقيفيه. مع الزمن مع مرور الوقت لا، التلفزيون قدر ان هو يفرض نفسه بمحتوى اللي هو بما فيه محتوى درامي، نسب المشاهده بقت عاليه جدا للدراما، فبالتالي فرض نفسه بقى الناس بتتاثر بالدراما، فبالتالي لا الدراما فرضت نفسها بقوه. ايه اكتر من ايه؟ ده بيرجع للجمهور، مش يعني مش وضع عام. هو في ناس بتحب القراءه وتفضل الكتاب، كتاب صديق ليها، وفي ناس لا بتفضل المشاهده، بتعتمد على الرؤيه البصريه اكتر في الاستجابه. طيب لما بيكون بقى العمل الدرامي ماخوذ من نص ادبي، الحقيقه ده بقى بيكون زي ما بنقول يعني الكريمه يعني. وعلى تاريخ السينما المصريه ربما لو بصينا مثلا في افضل 100 فيلم في السينما المصريه هنلاقي معظمهم اللي متاخدين من روايات ادبيه. كذلك الدراما السنه دي يعني هناخد بقى نماذج وامثله، مثلا الكاتب الكبير يوسف ادريس مثلا، سر الباتع مثلا السنه دي تاخد من روايه يوسف ادريس، فبالتالي عامل نسبه مشاهده، وهكذا. ندخل في دراما رمضان هذا العام وتأثيرها وتنوعها. الحقيقة رمضان السنة دي، أنا مش هقول بس السنة دي بعد إذنك، أنا هقول آخر 5 سنين في تحول، في حاجة غريبة، في دسامة، محتوى دسم. ما بقيناش بنركز على محتويات بعينها هي دي اللي بتحقق نجاح والناس بتتفرج عليها، لا بقى في اتجاه إن بقى في تنوع. عندي دراما اجتماعية، دراما اجتماعية كمان بقت بتستهدف قيم مجتمعية بتدخل جوه البيوت. يعني هدي حضرتك مثال، الترابط الأسري كنا مفتقدينه من آخر كام سنة، كل المسلسلات ما فيهاش ترابط أسري، بالعكس يعني نماذج سيئة جدا. بالضبط، كانوا بيصدروا نماذج سيئة، الابن العاق لأهله وأمه وأبوه، المدمن، الفاشل تعليميا، العاطل عن العمل، كانت كلها نماذج، مش كلها بس بنسبة كبيرة نماذج سلبية. لا، آخر 5 سنين تقريبا بدأ يبقى فيه توجه إن هنقدم دراما مجتمعية مفيدة، فبدأ يحييل القيم المجتمعية والقيم الأسرية زي الترابط الأسري. زي هقول لحضرتك حاجة تانية، الصورة
الصوره في الدراما اختلفت. كان الاول بيجبنا في فتره معينه عشوائيات، ان كل مصر عشوائيات، كل شباب مصر عاطلين عن العمل، جايب لنا الابناء المترابطين، الاخوه اللي في صف اللي في ظهر بعض، مصلحتهم على بعض، قلبهم على بعض، ابتدوا يصدروا نماذج احنا المصريين احنا اصلا كده. اللي كان بيقدم قبل كده ده مش احنا. إيه لا، الحمد لله بدأ فيه إحياء للقيم. المسلسل كمان معمول بإنتاج عالي جدا طبعاً. فقدم لك الحارة، أنا واحدة من الناس بتمنيت أعيش في الحارة دي. طبعا كمان نماذج بقى المرأة المصرية، يعني السنة دي شفنا مثلا نموذج المرأة المصرية في ستهم، ونموذج آخر اللي هو لسه المسلسل اللي شغال من كام يوم تحت الوصاية، تحت الوصاية، منى زكي. منى زكي، يعني إذن إحنا برضو أمام نموذج للمرأة المصرية، مش اللي هي يعني بشكل سلبي، لكن الست اللي بتشيل بيتها وبتشيل أسرتها وتتحمل مسؤولية حتى بعد وفاة زوجها وبأشكال مختلفة. بالضبط، زوجها بتشتغل، بتساعد في البيت، تتحمل مسؤوليات. يمكن الكاميرا جايبالنا هو، يعني احنا في النيل في مركب صيد، والصياد وزوجته على المركب، مش عارف جايبينها هلا، جايبينها. فيعني اهو ده احنا بنتكلم، اهو ده مركب ماشي في النيل، نموذج. الدراما لقطت هذا النموذج للمرأة المصرية، قدمته بقى في أعمال، لأن الدراما انعكاس للواقع. ما هو إحنا الحال الواقعية فيها إيه؟ فيها السيدة بتساعد الراجل، فده طبيعي إنه يظهر في الدراما، بس ما كانش بيظهر بالشكل المطلوب، كان بيظهر بصورة الزوجة النكدية، الزوجة اللي غير متحملة مسؤولية. لا، دلوقتي بقت المرأة في أعلى أعلى مستوى للمسؤولية، برز ده في الدراما، بينتهن. ممتاز. النموذج اللي احنا كنا مفتقدينه من كام سنة هو الدراما الدينية والدراما التاريخية، شفناها السنة دي الحقيقة، وبإنتاج سخي جدا، وبأجواء يعني خلتنا وكأننا بنعيش في هذه الأزمنة الحقبة الزمنية دي. وبتوقف هنا يعني بكل تقدير يعني لهذا النوع من الدراما وتأثيره. يعني حضرتك شايفة المسلسلات اللي قدمت هذا العام في هذا الإطار إيه؟ نموذج هايل، وقبل ما يعرض كانت عمله التسويق هايل جدا، خلى الناس متشوقة ومستنية شهر رمضان علشان تشوف النموذج ده. الرسائل اللي بيحملها المسلسل، الإمام الشافعي يعني. الإمام الشافعي، الرسائل، رسالة الإمام، رسائل عظيمة جدا، بترجعنا لديننا شوية، بتخلي الشباب الصغير يطلع على القيم الدينية، لأن احنا برضو كنا مفتقدين ده. يمكن زمان وأنا صغيرة أنا فاكرة أن أنا كنت بتفرج على مسلسل عمر بن عبد العزيز طبعًا. وعمر بن الخطاب طبعًا. هارون الرشيد، نجم نور الشريف، كان عامل مسلسلات هايلة دينية وكانت ناجحة، كان فيها إقبال جماهيري عالي جدا. بنرجع ده تاني، وأنا مبسوطة أن هو راجع بصراحة، عشان حتى أولادنا يطلعوا قيم الدينية. وكمان في تركيز على المقولات الإمام الشافعي اللي يعني واخدينها بقى كوتس كده، وبيزعوها قبل المسلسل وبعد المسلسل وفي الفواصل، وهي مؤثرة للغاية جدا. يعني في منتهى الأهمية في التوقيت ده. بالظبط، بيحمل رسالة مهمة، لأن احنا عشنا فترات قبل كده للأسف يعني ما كان الدين غايب شوية عن الشباب الصغير، فكنا محتاجين حاجة تقول للناس لا، في دين، في قيم دينية لازم الأطفال والشباب يبقوا عارفينها، عشان حتى التعاملات الإنسانية. الدين سماحة، فأنت بتفرض أو مش هتفرض، أنت بتدي رسائل طيبة ومحبة وقيم دينية محترمة للشباب الصغير ده، فيطلع الشباب ده مثقف دينيا، متعامل بشكل طيب مع الغير. فلا، انا شايفه ان يعني من افضل المسلسلات المقدمه في رمضان السنه دي هو الامام الشافعي بصراحه. ايه اللي احنا محتاجينه في مسلسلات رمضان في السنوات القادمه؟ يمكن انا هنا يعني بتوجه بالتحيه للشركه المتحده، ويعني وكمان الشركات الانتاج اللي بتشترك في الانتاج مع المتحده، في ان هم سمعوا
طلبات الناس بالزبط. السنة اللي فاتت واستجابوا ليها ومن وجهة نظرك ايه نوعية الدراما اللي احنا محتاجين ان احنا نشوفها في شهر رمضان مثلا القادم؟ انا شايفة ان رمضان السنة دي مغطي تقريبا الجوانب كلها، بس محتاجين نركز على بعض القضايا في المسلسلات. يعني مثلا على سبيل المثال هو حصل في مسلسل من المسلسلات بس يعني ايه بشكل بسيط، عايزين نركز على اصحاب الهمم. الناس دي او الفئة دي هم شركاء في بناء الوطن، دول شركاء تنمية، فمحتاجة اخليهم اكتر موجودين، محتاجة اعرض قضاياهم. الناس دي بتعاني من ايه في المجتمع؟ ان اكيد عندهم معاناة في المجتمع. كمان في قصص اصحاب الهمم حاجات ملهمه جدا جدا دراميا جداً. كمان ثراء درامي وخطوط دراميه يعني يعني ممكن ان هي فعلا يتعمل عنها سيناريوهات. ده حقيقي جداً جداً. وقصص نجاح يا دكتور كمان يعني في قصص نجاح. انا اعرف ناس فعلا ما شاء الله، لا دول لازم يتعمل لهم سيناريوهات وقصص الناس تستفيد منها. الناس دي عندها عزيمه رهيبه وبتعرف تنجح ومش اقل من اي حد سليم شكلا او صحيا. فلا محتاجين نركز عليهم شويه. هو في احد المسلسلات السنه دي اللي بتعرض مخلينهم مشاركين، محتاجين ندرس بقى قضاياهم. حضرتك بتقولي يبقى عمل كامل او اكثر من عمل، يعني زي ما بنقول النقطة الرئيسية في الدراما بتاعتهم أصحاب الهمم الموضوع كله منصب عليهم بقصص كفاحهم بالظبط وإلهامهم ونجاح. لا وعندنا هم نماذج قدوة منهم كتير جدا. وبنشوف الحقيقة كمان يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم ازاي بالفئة أولى دي، أولى اهتمام ليهم جامد جدا بصراحة. التفتوا للفئة دي. هو صراحة أنا شايفة أن في بادرة أمل، بس رمضان الجاي أتمنى أشوف بصراحة مسلسل خاص بيهم بقضاياهم. الدراما الوطنية عادت من بقوة. جديد وبقوة، وكل سنة بيبقى فيه عمل يعني ملهم جديد. الكتيبة 101 السنة دي يعني كان يمكن المسلسل خلص امبارح او اول امبارح يوم 20 خلص يوم 20 لكن ترك بصمة واثر كبير. يعني اعتقد النوعية دي احنا محتاجين منها كتير، وتأثيرها كمان الايجابي على كل فئات المجتمع الحي. الدراما الوطنية كانت موجودة من زمان على فكرة، يعني احنا طالعين الاجيال دي طالعة على طريق الى ايلات. الرصاصه لا تزال في جيبي. ايام السادات هو مش وطني، هو مش تاريخ، هو يندرج تحت السياسي شويه بس برضه في خط وطني. الدراما زي رأفت الهجان، ما فيش حد ما شافش رأفت الهجان مره واثنين وثلاثه. السقوط في بئر سبع، كل دي دراما احنا طالعين عليها. ان هم قاعدين مثلا، انا هدي نموذج على شمال سيناء لانه بعيد، يعني هي نادي بتعمل ايه؟ بنسمع اخبار عن وفيات بس مش سمع. الدراما دي وثقت لي بقى، يعني جات لي الدراما الوطنيه دي بدايه من الممر، فيلم الممر، مرورا بالاختيار بسلسلته الثلاث مواسم ليه، حاليا الكتيبه 101، دخلتك جوه الموضوع، عيشتك الاجواء بتاعتهم. زي ما حضرتك قلت، مش بس العمليات الحربيه اللي بتحصل او العسكريه اللي بتحصل، لا ده كمان نفسياتهم ايه، الناس دي أسرهم عايشين إزاي، حاسين بإيه، هم نفس الضباط دول عايشين بإيه، أولادهم، دخلتك في حياتهم كمان الاجتماعية، عيشتك الحالة كاملة. فلا تأثيرها قوي جدا، وليها هدف جامد قوي، إن أنت الأجيال الصغيرة بتطلع عندها انتماء وطني، بتغرس فيهم الانتماء الوطني، بيطلعوا عارفين إيه اللي حصل رغم إن هم ما عاشوهوش. يعني في ناس ما عاشتش الأحداث دي برضو صغيرين لسه، المسلسل ده خلاهم كأنهم جوه قلب الحدث. الحقيقة كمان يمكن في رمضان بيكون في يعني زخم شديد في عرض الأعمال، فأعمال كتير بتظلم كمان في رمضان رغم جودتها، مع بقى يعني إعادتها بعد كده في أشهر السنة بنكتشف قد إيه كمان إن هي كانت مؤثرة ورائعة، لكن ربما يعني العدد الكبير من الأعمال الدرامية اللي موجودة ما الأعمال كلها ما بتاخدش نصيبها في المشاهدة. بس أقول لحضرتك حاجة، كان الأول تقول في مسلسل حلو، دلوقتي بتقول إيه؟ في ثلاثة أربعة بحاول أتابعهم لأنهم حلوين. صحيح. فالعدد المسلسلات الناجحة أحسن أكتر لأن في تنوع، يعني وإنتاج يعني تنوع بتفوق، يعني وإنتاج عالي وتطور في أداء الممثلين مخيف.
صحيح. بصراحة صحيح. فعوامل النجاح كلها السنة دي متوفرة وفرص في الدراما، يعني نجوم جداد هيبقوا يعني متصدرين بالزبط. الساحة في الفترة القادمة هي يعني مهم جدا ان احنا نثني على دور الدراما واهميتها أكيد. ونثني كمان على الرسالة بتاعت الدراما السنة دي اللي شفناها واللي كان في معظمها في مجملها يعني ما فيش حاجة كاملة 100% لكن أكيد. في معظمها ومجملها كانت رسالة رائعة وإيجابية موفقة جدا موفقة جدا فده شيء يعني يخلينا كمان نفخر بمؤسساتنا القادرة على إنتاج كمان بيغزو كل تلفزيونات المنطقة كعادة مصر دائما. أنا اتشرفت أنا هستأذنك حاجة بس أخيرة اتفضل. إحنا طول عمرنا رواد في الدراما نعم بدأ دلوقتي في السوق العربي يظهر منافسين لينا صحيح فلازم وأقوياء. نرجع بالتنوع ولازم نرجع بإنتاج العالي ده عشان إحنا طول عمرنا يعني هوليوود الشرق صحيح فلازم نفضل في نفس المكان منافسين لازم يعني نديهم حقهم في إن هم متميزين لكن بالزبط. ده بيخلينا أمام تحدي أكبر بالزبط. إن إحنا بالزبط. نكون أميز إن شاء الله إن شاء الله يا فندم. دكتور سالي خطاب مدرس الإذاعة والتلفزيون في كلية إعلام حضرتك شرفتينا شكرا جزيلا على اللقاء ده. معاكم ومتشرفه بالكرو الجميل اللي موجود ويوم جميل وصباح حلو على كل مشاهدينكم. الله يخليك يا فندم كل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك طيب وان شاء الله دايما كده نقابل حضرتك في ايام رائعه زي الايام دي ان شاء الله. شكرا شاء دكتور الله. سالي كل شكرا. الشكر كمان لمشاهدينا اللي تابعونا من خلال حلقتنا النهارده وبنصبح عليك ان شاء الله هنقابل حضراتكم الخميس القادم اخر ايام شهر رمضان. يعني اسره يوم الخميس اتشرفت ان هي كانت معاكم أول أيام الشهر وإن شاء الله هنكون معاكم آخر أيام الشهر ونعيد عليكم في يعني اليوم اللي بيسبق على طول عيد الفطر إن شاء الله. ربنا يعيد الأيام على حضراتكم بكل الخير واليمن والبركات وعلى بلدنا الغالية مصر وعلى أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع. كل الشكر لحضراتكم هنقابلكم إن شاء الله زي ما قلنا الخميس القادم. بكرة أسرة جديدة في انتظاركم. تحياتي دائما حازم أبو السعود.